وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، هناك بعض الناس دائما يسألونني عن أعمال النحال في فصل الصيف في شهر جويلية وفي شهر أود، يعني في الشهر السابع والشهر الثامن، رغم أنني وضعت لكم عدة أعمال لكن في الإعادة إفادة. المهم قبل أن نبدأ في الشرح، إن كنت جديد على القناة اشترك في قناتي وفعل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا، وأريد منكم إخواني الكرام أن يصل هذا الفيديو إلى 100,000 مشاهد وأيضا إلى 20,000 أو 15,000 إعجاب فضلا وليس أمرا. المهم كما قلت لكم في بداية الفيديو أن أعمال النحال في فصل الصيف أعمال سهلة جدا وبسيطة، لا تكلف مال ولا تكلف جهد ولا تكلف عناء كثيرا، فلذلك إخواني تابعوا معي الدرس جيدا، لأن هذه الأعمال مهمة جدا، وخاصة في فصل الصيف للحفاظ على النحل وتوجيه النحل واستقبال فصل الشتاء بكثافة نحلية قوية. المهم نبدأ على بركة الله. أول شيء إخواني الكرام وهو تغذية النحل بالمحلول السكري المركز. إذا قمت بجني العسل وقطفت العسل يعني ونزعت العسل للنحل ولم تترك له الثلث إخواني، فهنا يجب عليك أن تقوم بتغذيته بالمحلول السكري المركز، ليس المحلول السكري التحفيزي أو العجينة البروتينية، المحلول السكري المركز أو العجينة السكرية أو الفوندو. هذا الأمر مهم جدا إخواني، وذلك لأن النحل في فصل الصيف يحتاج إلى العسل أكثر من حبوب اللقاح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أنك تقوم بالتخلص من الدبور، يعني القضاء على الدبور. إخواني القضاء على الدبور يجب أن يكون في بداية فصل الربيع، نقوم بوضع مصائد الدبور وكذلك نقوم بالتخلص من ملكات الدبور، ووضعت لكم عدة فيديوهات، إذا أردتم مشاهدة الفيديوهات ستجدون الرابط إخواني في الفيديو كما تشاهدون، أو يمكنك أن تشاهدوا على القناة. يعني أمر مهم أنك تضع مصائد الدبور في هذا الوقت. ثالث أمر إخواني الكرام وهو التخلص من النمل. التخلص من النمل يجب عليك أن تقوم بنزع الأعشاب المتواجدة أسفل الخلية وبجانب الخلية، وأيضا تضع الزيت المحروق في أرجل كرسي الخلية، أو تضع أرجل كرسي الخلية في إناء به وعاء من الماء. المهم أنك تقوم بالتخلص من النمل، هذا الأمر إجباري. الأمر الرابع وهو تضليل الخلايا. تضليل الخلايا إخواني يجب عليك أن تضع فوق الخلية شيء ما، مثلا لوح من الخشب، قصدير، المهم شيء تضعه، أو يمكنك حتى أنك تقوم بترحيل الخلايا إلى مكان تكون فيه الظل أو تحت أشجار إلى غير ذلك، هذا مهم جدا جدا. خامس إخواني الكرام، هناك بعض الناس يقولون لي هل يمكننا أن نقوم بترك العاسلة أو ننزع العاسلة ونقوم بضغط النحل؟ أنا إخواني من عندي أنا الضغط ممنوع، يجب عليك أن تقوم بوضع نصف عاسلة أو عاسلة فارغة فوق الخلية، هذا أمر جيد إذا كانت لديك الخلية يعني مضغوطة مثل ما أفعلنا أنا، تشاهدون هذه الخلية كما هي إخواني، أترك فيها العاسلة والأمر عادي، لكن بدون إطارات إخواني، بدون إطارات. الأمر السادس وهو الماء. يجب عليك أن تقوم بتوفير الماء في المنحل. إذا كان النحل يعني المنحل بعيد عن المصدر الماء بمسافة 500 متر فما فوق، فهنا يجب عليك أن تقوم بتزويد الماء للنحل. وطريقة تزويد الماء للنحل وهي أنك تضع وعاء أو إناء فيه ماء. قبل كل شيء يعني في البداية يجب عليك أن تضع فيه محلول سكري لكي يتعود عليه النحل، ومن بعد ذلك عندما يتعود النحل على ذلك المكان يمكنك أن تضع الماء لوحده، لكن تضع فيه حجارة أو فلين أو خشب أو أعواد يابسة كذلك لا يغرق عندك النحل في الماء، هذا أمر مهم أيضا الماء. سابعا إخواني وهي أنك تقوم بنزع الأعشاب المتواجدة بجانب المنحل، يعني تقوم بنزع جميع الأعشاب و
تزويد المنحل بالماء، يعني تضع يعني براميل أو أوعية من الماء بجانب المنحل، ربما إخواني هنا تكون حريق أو حرائق بجانبك. فعندما تقوم أنت بنزع الأعشاب فهنا ستنزع يعني نسبة 50% من أن يحترق لك المنحل، وتزويد الماء يعني للمنحل وربما تشتعل لك النار تقوم بإطفائها مباشرة إخواني. هذا الأمر يجب عليكم أن تقومون به. الأمر الثامن وهو أنك عندما تقوم باستعمال المدخنة يجب عليك هنا أن تقوم بوضع إناء معدني أو تقوم بحفر حفرة كبيرة. فعندما تنتهي من العمل بالمدخنة تضع البقايا في الحفرة وبها ماء وتقوم بصب الماء عليها، ومن بعد ذلك تقوم بردمها، وأيضا وربما تضعها في وعاء معدني كبير وتضع فيه الماء وتقوم بإطفاء ما تبقى لك من المدخنة. لأنه إخواني إذا تركت المدخنة وبقايا المدخنة في المنحل فهنا ستصبح عرضة للحرائق، كما نقول تهلك منحلك وتهلك مناحل وتهلك الغابة وتهلك كل شيء إخواني. فلذلك أمر مهم يجب عليك أن تقوم بإطفاء ما تبقى لك من المدخنة. الأمر التاسع وهو التخلص من طائر الوروار. طريقة التخلص من طائر الوروار، طائر الوروار إخواني الكرام كما تعلمون صعب جدا يعني التخلص من طائر الوروار، هو أصعب شيء هو طائر الوروار. لكن يمكنك أن تستعمل طريقة وهي أنك تضع مثلا تضع أشياء عاكسة للشمس، مثلا مرآة في المنحل، أو يمكنك أن تقوم بإصدار صوت مرة على مرة تصعد إلى المنحل وتقوم بإصدار صوت يا أخي الكريم، هذا الأمر أيضا جيد. الأمر الثاني يمكنك أن تقوم بوضع فزاعات إخواني في المنحل على شكل بشر على شكل إنسان هكذا، لكي يظن طائر الوروار بأنه يوجد أشخاص يعني في المنحل، فهنا لا يقترب إلى منحلك. وإصداره إذا كان لديك يعني بندقية يمكنك أن تقوم بإصدار صوت يعني برمي الرصاص هكذا لكي تتجنب طائر الوروار. وطائر الوروار إخواني يعني ليس بالمهم كثيرا، لأنه شهر أو شهرين فقط ويذهب لا يبقى لمدة طويلة. لكن هذه الأشياء التي ذكرتها لكم سابقا فهي من أهم وأهم الأعمال النحال في فصل الصيف. المهم إخواني هذا هو درسنا اليوم، أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم ويصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس فضلا وليس أمرا. قوموا بالإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.